محمد حسو مدير ميناء أسفي والجهة بالوكالة الوطنية للموانئ. إذن في إطار عملية شواطئ نظيفة وتحت شعار بحر بدون بلاستيك المنظمة من طرف وكالة محمد السادس مؤسسة محمد السادس للحفاظ على البيئة، ينال شاطئ البدوزة شرف رفع اللواء الأزرق للمرة 11 على التوالي. إذن هذه الشارة الدولية تأتي تتويجا للمجهودات المبذولة من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، عمالة إقليم أسفي، جماعة البدوزة والوكالة الوطنية للموانئ المحتضن الرسمي لهذه العملية. إذا قلت هذه الشارة الدولية تأتي تزويجا لمجهودات الرامية إلى تحسين جودة المياه مع القيام بتجهيز وتدبير مرفقات الشاطئ مع القيام بعمليات تحسيسية حول البيئة والتنمية المستدامة بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة داخل الشاطئ. باش يوصلكم جديد ديال أسفي الآن تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.